بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي ذي الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين
سدر مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أنشأتم
شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما فنزل من حميم وتصلية جحيم إن
حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.